يسعد مساكم، كيفكم؟ هلا انا عم بطبخ صودا الغنم لانه هي مسموحه مع الفطر والبهارات، وحطيت شوي فلفله مسموحه بالطبخ الفلفله، بس النية لا. طبعا كبده الدجاج طبعا ممنوعه، يعني كل شيء بخص الدجاج، بيض، لحمه، يعني كل شيء توابع بخص الدجاج ممنوع. فان شاء الله هيك تعجبكم الطبخه. صحة وهنا على قلبكم.